الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جبت لكم فيها وصفة جديدة، عصير تاع الجزر سنارية راح نديروه في الدار، يجي لذيذ. والولاد اللي ما ياكلوش الجزر يعودوا ياكلوه ان شاء الله، مليح المناعة للجسم. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. واش نحتاج جزر، نص كيلو تاع الجزر. كيعود الياغورت تاعنا ناتور نحطوا له 150 غرام سكر، وكيعود الياغورت تاعنا سكري نحطوا 100 غرام سكر. زوج بايط ياغورت اللي تحبوا، النوعيه اللي تحبوها خلطوها فيه. نصف كاس تاع عصير الليمون وليتر تاع الماء. روحوا لطريقه التحضير. نحكموا الكاسرونه تاعنا ولا قدر تاعك حاجه، شقي فيها السناريه تاعك هذيك من بعد ما برشناها ونظفناها. حطوا عليها اطرامة، حطوا له شقفه قارص هكذا ونحطوه على النار حتى طيب لنا السناريه تاعنا، الجزر تاعنا يطيب لنا، ونخليوه يبرد ونكملوا الكيفيه تاعنا. بعد ما غلينا الجزر تاعنا هذيك السناريه تاعنا غليناها مع الماء والسكر هذاك، وخليوها، لازم تخليوها تبرد، خليوها تبرد. نحي الشقفه هذيك تاع الليمون، نحيوها ونحطوا داك الميكسيوها، نحيوها كيما راها بالماء هذاك اللي فيها، ما تصفيها ما والو، هذاك الماء اللي فيها تحطيها. هكذا زيدو حطو عليها زوج بايط تاع الياغورت، الذوق اللي تحبي، النوع اللي تحبي تحطي زوج بايط تاع الياغورت. زيدو نص كاس تاع عصير الليمون ونخفقوه مع بعضهم كامل، نحيو حتى تتسرح على الجزر تاعنا السنارية. العصير تاعنا هكذا هو واجد كيما تلاحظوا، الحلاوه كل واحد كيف يحب. داك نعتو لكم في صحن التقديم، ها هو العصير تاعي واجد كيما تلاحظوا، عصير صحي نظيف في الدار. ديري العصير تاعك، كيما تلاحظوا يجي رائع، يجي لذيذ، يحبوه الاولاد اللي ما مولفش، اللي ما يحبوش ياكلوا السناريه يوليو ياكلوها لك هكذا العصير، ويجي عصير باهي ما يفيقوش بها خلاص لك السناريه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله.